السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. طلب الإسباني بيبي غوارديولا مدرب مانشستر سيتي التعاقد مع روميرو لوكاكو مهاجم انتر ميلان لتدعيم صفوف السيتيزنز خلال المرحلة المقبلة. ووفقا لصحيفة ديلي سبورت الإيطالية، فإن غوارديولا معجب بقدرة لوكاكو ويرغب في ضمه خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن غوارديولا حاول ضم لوكاكو للمرة الأولى في الصيف الماضي بعد تألق المهاجم البلجيكي في موسمه الأول مع انتر ميلان. وأوضحت أن المدرب مان سيتي لا يزال يحافظ على اهتمامه ومطارده لوكاكو خلال الموسم الحالي. وذكرت الصحيفة الإيطالية أن لوكاكو وجد ضاله مع الانتر ميلان ولا يخطط لإنهاء هذه التجربة في الوقت الحالي. وسبق أن حاول غوارديولا التعاقد أيضا مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا.